عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله نتوما وليداتكم والعائله ديالكم. اش غادي نقول لكم الحباب، والله العظيم اللسان عاجز عن الكلام. شكرا لكم بزاف على الوقفه ديالكم معايا، شكرا لكم بزاف على الاتصال ديالكم، شكرا لكم. واخا نعيا نشكركم من هنا حتى لغدا، ما غاديش نوفي بحقكم. هذه من البارح واليوم التليفون ما سكتش، كلشي كيتصل بيا، كلشي الناس كيسولوا فيا، الناس كيسولوا فيا في لي كومونتير، في الانستغرام، في الفيسبوك، في الواتساب. ربي اللي غادي يجازيكم على الخير ديالكم، ربي اللي غيجازيكم. الناس اللي كيسولوا فيا والناس اللي كيبغيوني، ربي اللي غادي يجازيكم. وحتى الناس اللي ما كيبغيونيش حتى هما شكرا ليهم، شكرا للناس اللي كيبغيوني والناس اللي ما كيبغيونيش. شكرا بزاف للناس اللي وقفوا معايا، شكرا بزاف للناس اللي سولوا فيا، شكرا لكم كاملين. ربي اللي غادي يجازيكم على الخير ديالكم. واخا كيف ما قلت لكم نقيل نشكر فيكم، ما نوفيش بحقكم حيت بصح المهم مش غادي نقول لكم، حيت بصح عرفت باللي الحمد لله الناس كيبغيوني حبا في الله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، قالت يا ماما هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم بزاف على حبكم ليا، وكيف ما نتوما كتبغيوني حتى انا كنحماق عليكم. شكت يا ماما، كيف ما نتوما كتبغيوني حتى انا كنحماق عليكم. والحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي اللي وقفت بصحيحتي. الحمد لله يا ربي اللي كنقدر نوقف، حيت فاش كنت في ديك اللحظه ديال اللي فاش طحت، يعني كنت يعني في واحد اللحظه اللي اش غادي نقول لكم. الحمد لله، قضاء الله قدره، اللهم لك الحمد يا ربي. الحمد لله، الحمد لله، انا كنحمد الله وكنشكره غير اللي وقفت على رجلاتي واللي وليت لوليداتي الحمد لله. وبالنسبه للناس اللي كانوا كيكتبوا في لي كومونتير وكيقولوا حسن راه توفات، ان لله وانا اليه راجعون، حسن راه توفات، وطلقوا اشاعه باللي انا راني توفيت. حتى الا كان العمر تحد، يعني ما عندنا ما نديرو، الموت راه فريض علينا كاملين، وكلشي غادي نموتو، وحنايا كاملين غادي نموتو. والنهار اللي فاش غادي يوصل لنا الاجل، كل واحد غيوصلو الاجل ديالو، راه مول الامانه غيدي امانته. ولكن علاش الناس كيكذبوا وكينوقوا شي حاجه اللي ما كايناش؟ من هذا المنبر نبغي نقول لكم الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. حسنيه مازال بالحياه ومازال العمر طويل الحمد لله. وانا الحمد لله نطت وليداتي، وربي شفاني في وجه هاد الصبيان، في وجه هاد الوليدات، اللهم لك الحمد. وربي اللي غادي يحفظكم، وربي اللي غادي يستركم. وانا فرحانه اليوم بالوجود ديال لوستي والوالده ديالي، هذه لوستي الاخت ديال حميد، وهذه الوالده ديالي. بزاف الناس اللي قالوا لي علاش الوالده ديالك ما جاتش، واش ما عندك حد، واش ما عندك حتى شي حد اللي غادي يقابلك، علاش ما جاتش عندك امك، علاش ما جاوش عندك عائلتك ولا عائله راجلك. بغيت نجاوبكم باللي راه حتى شي واحد ما كان فرغ في خبره لهذا الشيء اللي وقع. يعني انا كيف ما شفتوني راه طفيت التليفون فاش وقع المشكل، صافي حميد طفينا التليفون، حيت ما كنتش كنقدر نهز التليفون، ما كنتش كنقدر نجاوب. وداك الشيء علاش طفينا التليفون، وما لي نظرني شافوا التليفون يعني مطفي، عاد زادوا تشطنوا عليا وزادوا تقلقوا وبقاو كيتصلوا بيا. وداك الشيء منين ما لقاوش التليفون، كيلقاو التليفون طافي. صافي انا فاش شعل حميد التليفون، لقى الباتفوكال شاده خوتي كاملين لقاهم شداهم الباتفوكال. وقلت له صوني على مالي نضر، يكون بالهم تول، وعاد صوني على مالي نضر، عاد قالها لهم. فاش قالها الوالده ديالي جات، ولوستي عاوتاني فاش كسبت الخبر حتى هي جات. ونطلب ربي الحبيب يخلي لكل واحد والديه وكل واحد العائله ديالو. وهذه هي لوستي اللي قلت لكم، اللي كنت ديجا درت فيديو قلت لكم لوستي عندي عزيزه، هي اللي لقتنا انا وحميد، وهي اللي زوجاتنا، هي هذه لوستي. ونخلي الكلمه لحميد. المشاهدين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير. دابا نتوما كما كتشوفوا الحمد لله منين يا برات حسنيه شويه بدا ارتاح شويه، وانتم الاخت ديالي جات عندنا، اللهم لك الحمد، حنا فرحانين بزاف جات هاد الاخت ونسيبه. والحمد لله، الحمد لله على كل حال، منين برات شويه ارتاحت لوليداتها. وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم، واللي اني كتسولوا بحسنيه، كاع اللي كيسولوا بحسنيه شكرا بزاف. و عطيو الكلمه للسي علاء عاوتاني. السلام عليكم، كانت حسنيه بلوك، كي دايرين؟ بخير. كيما كتشوفوا انتم مع الفطور ديالنا، والحمد لله مع ماما فطر برات. الحمد لله. الحمد لله. لا دوكنا بعدا. السلام عليكم بجد. السلام عليكم المشاهدين ديالنا. الحمد لله اللي تركت لي ماما، دابا طيبتنا هادشي بغريلو وهذا وداكشي. تبقى الكلمة لوستي، هي مسكينة راه مرهوبة، وأول مرة غادي تبان، وأول مرة غادي تهضر، يعني مخلوعة وفيها ستريس وفيها بزاف د الحوايج. وين داكشي اللي عرفتي قولي؟ السلام عليكم، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. ملي كتفقدوا حسنيه راه جينا كنركبوا عليها مسكينه مريضه، غير سمعنا الخبر جينا
ايوا الله يخليها لولادها والله يشافيها والله يرحم الوالدين ويكثر خيركم منين كتفقدوها بعدا، الله يكثر خيركم المشاهدين. وسمحوا لي ما هادشي اللي عرفت، سمحوا لي الله يرحم الوالدين. الخير والبركه هادشي اللي قلت. الكلمه للوالده. السلام عليكم، لاباس اخباركم؟ نبغيكم غير تكونوا لاباس عليكم والدنيا هانيه. الحمد لله حنا غير سمعت الاخبار، انا جيت هادي الحمد لله غادي ارتاح شويه، انتم كتسولوا علينا وتسولوا على بنتي الحمد لله علي. نسول عليكم الخير، الله يرحم الوالدين اللي كيسول علينا بعيد وقريب، الله يكثر خيركم خارج ارض الوطن. الله يرحم الوالدين ديال ما هادشي اللي كنعرفو نقولو، كان الله يكثر خيركم ويخف عليكم الله يرحمكم الوالدين. السلام عليكم مشاهدي قناة حسنية فلوك، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير. كنشكركم بزاف على الكومنتات ديالكم الزوينين، وكما كتشوفوا الحمد لله ماما شافتنا وهانتوما حنا فرحانين بعمتي وجداتي اللي جاو عندنا، هانتوما تقولوا علينا على كتشكم. وهانتوما يا المشاهدين دابا غادي نبداو نقولوا بسم الله، وهانتوما معنا. هذه هي لوست المشاهدين اللي سمح لي ولدي، هذه هي لوست اللي كنت ديجا عاودت لكم بداك الفيديو اللي قلت لكم، هي اللي لقطنا انا وحميد، وهي اللي شافتني، وهي اللي دبرت له في المراه. شنو عجبك فيا فطومه زعما؟ فاش انا راه لوستي كنقول لها فطومه زعما بلا ما نشرفها، نقول لها خالتي ولا عمتي ولا كنقول لها سميتها نيشان بلا ما نشرفها ولا شي حاجه، يعني انا ولفت من الاول حنا كاملين عيالات خوتها كنقولوا لها فطومه. علاش كنقول لها دابا فطومه؟ شنو اللي عجبك فيا باش اختاريتيني لخوك؟ ايوا دربيشه ومزيانه وعجبتني وقلبي بغاك وبغيتنا نلاقيكم في سبيل الله نتي حتى الاجر. هاكشي اللي كاين عندك الاجر مع الله، وبزاف الناس اللي زوجاتهم لوستي، بزاف الناس اللي لاقاتهم وعندها اجر مع الله سبحانه وتعالى، واللي كيجري بخيط ابيض راه ربي كي ربي الحبيب راه كيسهل عليه، حتى هو ما كيعرفش الخير منين كيجي، وبنادم دائما غير كيكون كيخيط بخيط كحل ما كيعرفش الحاجه الخايبه منين كتجي، ولكن بنادم اللي كيخيط بخيط ابيض بلاتي يا ولدي، بنادم اللي كيخيط بخيط ابيض الحمد لله ما كيعرفش الخير منين كيجي. وهذه لوستي صراحه الله، واحد الانسانه اللي طيبه، واحد الانسانه اللي مزيانه، ما عمرني سمعت منها كلمه العيب من النهار اللي فاش عرفت خوها لحد الان، عندي عزيزه بزاف من النهار اللي فاش عرفت الاخ ديالها، من نهار تزوجت به كنسمع منها غير الكلام الزوين، من نهار خطبوني كنمشيو عندها كتجي عندنا، يعني كما قلت لكم هي كانت ساكنه في مغيله ولكن دابا ما رحلات، كنمشيو عندها كتفرح بينا كتفرح بيا، ما كنخليو فين نمشيو انا وياها وبنتها، حتى هي تحيه ليها كبيره، يعني زعما واحد الانسانه اللي طيبه، ما كتحسنيش كمرت خوها، كتحسبني بحالي بحال بنتها، ونبغي نشكرها بزاف، الله يكثر خيرك ويخلف عليك في الطومه. الله يسخرك الله يشافيك لولادك. يلا بسم الله، يلا الوالده الكلمه الاخيره للمشاهدين باش نساليو الفيديو. السلام عليكم، الله يعاونكم. الناس بزاف الوالده راه كيسولوا فيك، والناس بزاف اللي كيسولوا عليك. نسول عليهم الخير، ولا حتى انا كنبغيهم بزاف اللي بعيد ودي قريب ودي كيسولوا. الوالده مسكينه راه تخلعات فاش صونا عليهم حامل وقال لهم شنو شنو، راه تخلعات مسكينه والله العظيم، يعني راكم عارفين الوالدين والحمد لله الله راه كل عارف هذه ما عندهاش الاولاد الله يعطيهم باش تعرف الكبده وكل شيء. نسمع من الوالدين الله يعاونكم ويعاد الله معزيز عليك يا والده ولا جالسه ولا شكون اللي معزيش عليه ولاده؟ ايوا ضروري الحمد لله غير خرجت الامور على خير. اللي عنده شي اللي خليه له زين عليا ولادي وولادي كلشي ديال الله، كلشي ديال الله، الله يكتب علينا مكاتب الخير، الله يكتب علينا مكاتب الخير. الواحد اللي طبيته يقول يا ربي تكتب علينا مكاتب الخير، يقولوا لهم بالسلامه. وهو هذا يا المشاهدين، تهلاو لنا في راسكم وباي باي عليكم، وشكرا على الاشتراك ديالكم في قناه حسنيه بلوك. شكرا لكم المشاهدين. السلام عليكم المشاهدين، تصبحوا على خير وسمحوا لنا الا غلطنا في شي حاجه. السلام عليكم المشاهدين، وربي اللي غادي يحفظكم، وربي اللي غادي يستركم في الدنيا وفي الاخره على ما درتوا معايا، والناس اللي سولوا فيا، والناس اللي بكاو معايا، بزاف الناس، شي ربعه الاخوات اللي اتصلوا بيا، اللي اتصلوا بيا الاخت فاطمه ام عبد الحي اللي بكات عليا مسكينه، قالت لي والله العظيم فاش كسبت الاخبار انك يعني وقع اللي وقع، قالت لي والله العظيم الا بقيتي فيا وبكيت عليك. فاطمه ام عبد الحي، واختي امينه، واختي بشرى، اختي نجات، ربي اللي غادي يجازيكم على الخير ديالكم، ربي يحفظكم في الدنيا وفي الاخره. هذو هما الاخوات اللي ذكرت اللي بكاو عليا مساكن، اللي صيفطوا لي اوديوات وهما كيشهقوا من كثره البكاء عليا، قالوا لي فاش شفنا في لي كومونتير ان حسنيه توفات راه ما يعني، قالوا لي الحمد لله اللي سمعنا صوتك مره واحده اخرى، وكنبغي نشكركم بزاف، وكنبغي
كنشكر كاع الناس اللي خلاو لي لي كومونتير، كاع الناس الحمد لله عن تقريبا 500 كومونتير اللي ما شاء الله اللي بقيت معجبه في راسي كنقول واش انا هاد لي كومونتير جاوني، يعني بقيت معجبه الحمد لله. يلا شي جوج ولا ثلاثه ديال لي كومونتير اللي سلبيين ما يعني ماشي مشكل، ربي غادي يجازيكم على الخير ديالكم، ربي يستركم في الدنيا وفي الاخره، وبسلامه عليكم المشاهدين وتهلاو براسكم.